مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 7 دي سبورت. وكعادتنا يعني الأخبار اللي هتبقى معانا مختلفة بكل الرياضات من بره مصر ومن جوه مصر ومن كل حتة في العالم، لكن كالعادة يلا نبدأ بالعناوين. الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سان جورج الأثيوبي. تكريم الأهلي البطل التاريخي للسوبر المصري. الأهلي مع برشلونة والنور السعودي بكأس العالم للأندية لكرة اليد. وشيتوس والكأس يقتربان من قيادة منتخبات الناشئين والشباب. أرسنال يدعم أنني بعد عودته للمشاركة في المباريات. وأكيد هنبدأ حلقتنا من عند فريق النادي الأهلي اللي بيختم النهاردة بقى استعداداته لمواجهة سان جورج الأثيوبي في دور ال 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. الأهلي حقق فوز كبير جدا في مباراة الذهاب الحقيقة يعني بنتيجة 3-0، وكان حضور لجميع اللاعبين بشكل مميز على رأسهم طبعا حسين الشحات اللي سجل هدفين وإمام عاشور اللي بيصنع أهداف ببراعة شديدة جدا الحقيقة يعني. كمان كل اللاعبين مش عاوز أنسى حد منهم، لكن كمان كانت فكرة رائعة وجاد وحاجة جديدة من كابتن خالد بيبو إن هو يصر على أن المباراتين يقاموا في القاهرة، ده طبعا بعد استغلال فرصة أن سان جورج ملعبه مش جاهز من الكاف يعني. أكيد مستر كولر كمان عنده أهداف من المباراة، عودة أولها ضمان التأهل طبعا، دي أول حاجة من الأهداف بتاعت المباراة بعد النتيجة الكبيرة اللي حققناها، والنتيجة دي كانت بالنسبة لنا عشان خاطر بقى الأهداف التانية اللي بعد كده اللي هو هيحضر بعض اللعيبة للمرحلة اللي جاية. وطبعا إذا سمحت ظروف المباراة أكيد هيكون في سياسة التدوير المستمرة اللي بيعملها، لأن الموسم ده طويل جدا، ده تقريبا هيبقى من أطول المواسم على النادي الأهلي. جمهور الأهلي أكيد هيكون مالي المدرجات بالساعة المتاحة في المباراة في مباراة سان جورج، وهيساند فريقه زي ما اتعودنا، وبإذن الله نحقق نتيجة كويسة جدا ونتأهل لدوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. نروح بقى للاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسان جورج الأثيوبي مساء أمس تقريبا أو مساء اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بحضور مندوبين النادي الأهلي طبعا ومسؤولي الاتحاد الأفريقي، وحضر ممثلا عن النادي الأهلي كل من الكابتن سمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم ومحمد أسامة إداريو الفريق، ده طبعا للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة. وأصفر الاجتماع طبعا عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، على أن يرتدي حارس الأهلي الطاقم الأزرق فيما يرتدي فريق سان جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري. وناقش طبعا الحضور كافة الضوابط الخاصة بمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة. يعني أجواء المباراة خلاص بقى بنخش فيها، ونخش كمان في تفاصيل المباراة، وده شيء مهم جدا. عندنا لقاء مهم، النتيجة بتاعت الماتش الأولاني ريحتنا كتير جدا، وهيبقى فيه زي ما حضراتكم عارفين الروتيشن اللي بيعمله مستر كولر، ده شيء برضو مهم لأن الموسم ده موسم طويل جدا، والموسم اللي احنا فيه ده تحديدا الأهلي هيلعب بطولتين أفريقيا، دوري السوبر الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا، فمحتاج كل اللعيبة، وأكيد الروتيشن هيبدأ من بدري جدا، ومستر كولر بدأ بالفعل في ده يعني. نشوف بقى حفل الإعلان عن رعاية بطولة كأس السوبر المصري اللي هيقام في دولة الإمارات الشقيقة. طبعا على النادي الأهلي حصل على جائزتين مهمين جدا، الفريق الأكثر تتويجا ببطولة السوبر المصري برصيد 13 بطولة، وتسلم عمرو فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جائزة فريق الأكثر تتويجا بالسوبر المصري من قبل الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى وسيف الوديري طبعا رئيس شركة برزنتيشن. كما فاز النادي الأهلي أيضا بجائزة الفريق الأكثر مشاركة في السوبر المصري، أيضا جائزتين كبار، وده يعني التعليق الوحيد إن هو ده النادي الأهلي. الأهلي هو بطل أو البطل التاريخي لأي بطولة بيدخلها أو بينافس فيها. الأهلي بيركز دايما على أهدافه، وأهداف النادي الأهلي دايما هي المركز الأول في كل البطولات اللي بيشارك فيها. تعال نشوف لقاء مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود صبري لكاميرا قناة النادي الأهلي، وهنرجع نكمل كلامنا. بطولة مستحدثة لسه برضو بنترقب مولود جديد، أحد بطولات الاتحاد الكرة المصري السوبر بين أربع فرق، يعني زي ما بقول لك دورة قصيرة يعني مبارتين، مباراة تانية على طول النهائي. ممكن شفنا النسخة دي بدأت تظهر في الصورة من خلال حتى أبطال الدوري الأسباني والدوري الفرنسي، يمكن أمور تطورت، لكن هي برضو بتزيد مساحة الشغف والحماس والبحث عن بطولات جديدة وتسويق الكرة المصرية بشكل أو بآخر.
نتمنى طبعا ممكن ملامح البطوله واضحه بتاهل بوجود الاهلي وبيراميدز وبطل كاس رابطه سيراميكا، فاعتقد انه احنا هنشوف النهارده الملامح عامله ازاي، الطرح هيكون والرؤيه من خلال اتحاد الكوره ومجلس ابو ظبي، اعتقد يعني الشراكه اللي تمت بصوره باخرى حاجه مميزه جدا، خلاص اصبحت بالنسبه لنا ابو ظبي والامارات والقاهره جزء لا يتجزا، يعني من دايما بنشهد المباريات الكبرى الاحداث الكبيره جدا بتبقى الكره المصريه حاضره فيها، نتمنى ان شاء الله نشوف سوبر مميز ونشوف ظهور جيد لكره القدم المصريه واكتساب شعبيه هي الافضل والاكبر بامكاننا نحن نروح في مكان افضل من كده ان شاء الله. بطل البطوله دي مباراه ومباراه وظروفها، انت عارف ان الموسم صعب جدا علينا السنه دي مش على الكره المصريه بصفه عامه، انت عندك حجم من الاحداث مرعب ومرهق، حتى الناس اللي كانت بتتكلم اتكلمت، يعني منى قصيري وقال لك ازاي العب 3 مباريات في 10 ايام، حجم الارهاق. ثانيا شوف انت عندك دوري ابطال افريقيا، الكونفدراليه، الدوري الافريقي، عندك تصفيات كاس العالم، عندك امم افريقيا 2024، عندك اولمبياد باريس، عندك الدوري المحلي، عندك كاس قديم وكاس جديد. قولي لي بقى هتجيبي بقى يعني على الاقل متوسط هيدخل في حدود 77 الى 80 مباراه لاعب بحجم لاعب النادي الاهلي، فاعتقد انه المنافسه دي هتكون، لانه كل مباراه ليها ظروفها ما اقدرش اجزم، لكن الاقرب ليها الاهلي وبيراميدز في الاحداث، وياتي بعد ذلك ربما اذا شارك نادي الزمالك طبعا هيكون اكيد متوقع انه لو شارك هيبقى يعني، لكن في قرار اتقال يمكن تصريحات للاستاذ عامر حسين، لكن ممكن الامور يحدث فيها امور والزمالك يفوز بالكاس هتضطري انك انت هيبقى في قرار، هل لو فاز بالكاس خلي بالك ده ملوش علاقه بانسحابه البطوله اللي فاتت، هنا بقى قرار واضح وان اتحاد الكوره التزم بقراراته وده نحترمها ونقف جنبها ونقول ده حاجه كويسه جدا، لكن في حاله المنافسه دي هيبقى الاهلي وبيراميدز هم الاقرب للعب مباراه فيصليه مفصليه لتحديد البطل الاول لاول بطوله للسوبر ودوري السوبر الجديد للكره المصريه. قدر النجاح هو اللي دفعك انك تستمري وتعملي نسخه جديده موجوده هناك، ناس بيقدموا كل شيء، بيقدموا شيء بشكل احترافي كبير جدا، في عمل مميز بامانه يعني يستحق عليه. ثانيا وجود الجاليه المصريه الكبيره وجماهير اللي بتنتمي للانديه الكبيره بتبقى عامله حافز وعامله شيء مهم جدا وبيدي للبطوله طعم، انت هنا كلنا بنتكلم نفسنا المدرجات نشوفها في اللحظه اللي احنا بنشوفها حاليا، التطوير الكبير اللي طار على التصوير والشكل المميز، نفسنا تكتمل الصوره بحلاوه وجود الجمهور لانه الجمهور هو اللي بيدي طعم الكره، فاعتقد لولا هذه النجاحات ما كان ياتي لتنظيم بطولات اخرى، لما كان ياتي تنظيم معسكر منتخب الوطن اللي هيبدا في 9 اكتوبر وتلعب مباراتين مهمتين جدا مع زامبيا والجزائر في اطار الاستعداد لانطلاق تصفيات كاس العالم وتصفيات افريقيا ونهائيات افريقيا، اعتقد انه الأخوة في أبو ظبي هناك تطور هائل ومش عيب ان احنا نتعلم ومش عيب ان احنا نستفيد ومش عيب نشوف الخبرات ونشوف الناس دي وصلت مين، لانهم اعطوا العيش لخبازه زي ما بيقول. الحقيقة كلام مهم جدا من الناقد الكبير محمود صبري، اي حد دلوقتي هيبقى واخد باله من كم المباريات اللي داخل على النادي الاهلي، اي حد هيبقى واخد باله من الاكثر من بطولة اللي هيبقى في نفس الوقت مشارك فيهم النادي الاهلي، وتقريبا هيبقى ساعات هيجي وقت الاهلي هيلعب كل 48 ساعه مباراه، وده هيبقى اغلب الموسم. خلي بالكم احنا عايزين بس سياسه الروتيشن لمستر كولر المتبعها دي، ده هو الراجل بيريح لعيبته وبيعمل روتيشن عشان كمان بعد كده اي حد محتاجه يبقى موجود وجاهز، لكن احنا عايزين بس ما نضغطش لاعبينا بقى في المباريات اللي هتتاجل دي كلها، ناخد بالنا من النقطه دي، نقطه مهمه جدا، هيبقى في تاجيلات كتير قوي وهيبقى الدوري قوي جدا المره دي، الدوري كمان انا واثق انه هيبقى قوي قوي، في فرق كتير جدا جهزت فرقها كويس قوي، الماتشات المؤجلة دي لازم يبقى ليها جدول زمني كويس مناسب للبطولات الكتير اللي فيها النادي الأهلي، دي نقطة مهمة جدا، ان اي حد هيتكلم دلوقتي بيتكلم في ضغط المباريات اللي احنا داخلين عليه، لكن انا بتكلم فيما بعد ما يتأجل لنا ماتشات، لان احنا هيتأجل لنا ماتشات كتير، يعني اول قرار خده الكاف بعد الفرق ما خلاص تعرف مين اللي هيشارك في دوري السوبر، واحد كل الفرق اللي هتشارك في دوري السوبر هيتوقف لها او هتبقى معفاة من ماتشات الدوري في بلادها، فبالتالي الماتشات دي كلها هتتأجل، ما هتتلعب امتى بقى؟ ده نقطة مهمة جدا من دلوقتي، يبقى اتحاد الكرة أو رابطة الأندية عاملة حسابها إن التأجيلات دي كلها تبقى بجدول زمني مريح للنادي الأهلي في عدد البطولات الكتير اللي بيشارك فيها دي. ده كان تعليق صغير يعني بس. مفيش طبعا كرة قدم حقيقية بدون رعاه سواء للبطولات أو للأندية. نشوف لقاء مهم جدا مع الأستاذ أحمد يحيى رئيس تنفيذي لقطاع الأفراد بشركة اتصالات ونرجع نكمل كلامنا.
ومستمرين معاكم طبعا، والاحتفاليه وحفل تدشين او انطلاق السوبر المصري بنظامه الجديد هنا زي طبعا ما قلنا لكم من قلب الاهرامات قلب الحضاره المصريه. ومعانا واحد من اهم طبعا يعني افراد المنظومه، والحقيقه انه طبعا استاذ احمد يحيى وشركه اتصالات والرعاه بشكل عام هم يعني اصبحوا من اهم افراد المنظومه الرياضيه وصناعه الرياضه. بنرحب بيك معانا استاذ احمد، طبعا رئيس تنفيذي لقطاع الافراد لشركه اتصالات. اهلا بيك يا نورهان، ازيك؟ طبعا سعيدا وجودك معانا في قناه النادي الاهلي، وسعيده ان انا بقابلك النهارده. احنا دايما بنتقابل ودايما موجودين، وانتوا احنا دايما بنكون حريصين انتوا تكونوا موجودين معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. انتوا اهلاويه قبل اي حاجه اظن، صح جدا؟ اكيد، وسعداء بوجودنا معاكم النهارده، دايما بنبقى سعداء ان احنا نطلع معاكم على قناه النادي الاهلي. النهارده شفنا كلمه ليك اتكلمت عن دوركم، وانا الحقيقه بشوف انه صناعه الرياضه بقت يعني اكبر بكتير قوي من مفهومها اللي يمكن كان كنا زمان عليه، صح كده؟ صح كده. الدور التقليدي للرياضه زمان اتغير كتير، والتكنولوجيا بقت بارت كبير جدا من الرياضه النهارده، يعني يمكن جزء كبير من التقدم بتاع الرياضه حصل بسبب التكنولوجيا، بسبب متابعه الجمهور للعيبه ومتابعه الجمهور للنتائج، والجمهور بيتفرج على الماتش دلوقتي وهو بيتحرك في العربيه وهو في الشارع، غير زمان كنا كلنا نتجمع حوالين التلفزيون في مكان واحد عشان نتفرج على الماتش، لا النهارده انا بتفرج على الماتش وانا ماشي في العربيه عادي. يمكن كمان دخول التكنولوجيا في التحليلات وفي قياس اللياقه البدنيه للعيبه، يعني الحقيقه بقت جزء اساسي. ويمكن احنا زي ما بنهتم بالتكنولوجيا بنهتم بان احنا نبقى بارت من الفرحه والانتصارات بتاعه الرياضه، ويمكن الحاجه اللي بنقولها دايما الكوره بتشجع بتجمع الشعوب دايما، فيمكن ده اهتمامنا الفتره الاخرانيه بالموضوع دوت، مع تغيير الشركه من شركه تيليكوم لشركه تكنولوجي، مع تغيير اللوجو بتاعنا من اللون الاخضر للون الاحمر، مع تغيير الكلمه. الحقيقه ده انت عارفه احنا شركه اتصالات موجوده في 17 ماركت غير مصر، واختيار اللوجو واختيار اللون بيبقى خاضع لحاجات كتير جدا، فيمكن ملهاش علاقه قوي بال اذا كان في حد بيلعب تاني في السوق المصري على نفس الكالرز ولا لا، بس يمكن التحول من التليكوم للتكنولوجي، وقلنا ازاي او اكتر حاجه ممكن نعمل فيها زي ما بنقول كونكت او نوصل للجمهور فيها الرياضه والكوره. فيمكن دي ابتدت برعايتنا السنه اللي فاتت للنادي الاهلي، والحمد لله انا بقول ان دايما للناس حواليا ان احنا كان وشنا حلو على النادي الاهلي، يمكن كان موسم تاريخي للاهلي الحمد لله، ويمكن بدايه الموسم قويه جدا، وعندنا الحمد لله السنه دي كمان فريق قوي جدا بيمثل النادي الاهلي ودخل على بطولات مهمه جدا، فدي حاجه كويسه جدا. يمكن اللي بعديها كانت التحدي الكبير لمنتخب الثلاث سنين الجايين، يعني المنتخب عنده بطولتين في امم افريقيا، عنده الاولمبيات ان شاء الله السنه الجايه في باريس، وعندنا طبعا الحلم الكبير بتاع كاس العالم 26، فدي يمكن كانت السبب ان احنا قلنا طيب هنبقى في ظهر المنتخب في الفترة الجاية. وكنا بنتكلم على الأهلي اللي هو جمهور كبير جدا، ودلوقتي بنتكلم على المنتخب اللي هي مصر كلها. وجات الفرصة بقى ان احنا كمان كاس السوبر هيتلعب في الإمارات، اتلعب 6 سنين اللي فاتوا في الإمارات، هيتلعب 3 سنين الجايين في الإمارات، والإمارات هي الشركة الأم. والحقيقة الرعاية المرة دي للسوبر جاية كمان من الشركة الأم مش من شركة اتصالات في مصر، ودي حاجة كمان بتحسسنا كمان بالفخر، لأن هو الجالية المصرية اللي موجودة في الإمارات كبيرة، السوبر رايح الإمارات، 4 فرق مصرية رايح الإمارات، النادي الأهلي اللي بيترعاه اتصالات. أنا كده هبدأ أطمع على فكرة. الحقيقة يعني ما كانش فيه أحسن من كده نبقى إحنا الرعاة بتوعه. فالحمد لله يعني اعتقد ان احنا السنه ونص الاخرانيه دي مهتمين، والحقيقه احنا بنهتم بالرياضه عامه، يعني احنا يمكن بنرعى علي فرج ونور الطيب في الاسكواش، وعلي از نمبر 1، يعني علي هو رقم 1 في الاسكواش فاحنا عندنا بيليف او معتقد قوي عن دور الرياضه وازاي الرياضه بتجمع الناس وبتجمع الشعب. فيا رب كده تكون بدايه كويسه للسوبر الجديد، ويبقى وشنا حلو على الأهلي إن شاء الله برضو في السوبر ده زي السنة اللي فاتت وزي الموسم الكبير اللي حصل، وأي حاجة الرياضة أو الرياضة المصرية والنادي الأهلي عامة محتاجها
من الجزء التكنولوجي وازاي نساعد النادي في ان هو يتقدم ويتطور اكتر في المجال دوت، احنا طبعا هنكون بنقدم على طول الخدمات دي للاهلي. ما ينفعش يكون معايا برضو استاذ احمد يحيى ما نتكلمش عن التحول الرقمي، اظن يعني انتم مهتمين قوي بالموضوع في الفتره الاخيره في الشركه، في شركه اتصالات تحديدا انا متابعه ده. هل في اي يعني خطوه فيما يخص التحول الرقمي ليها علاقه بالسوبر المصري؟ والله الحقيقه هي الخطوات بتاعه التحول الرقمي كبيره، ويمكن الحاجه اللي احنا ابتدينا نشتغلها مع النادي الاهلي الفتره الاخيره هو ازاي ان احنا ننقل المحتوى للجمهور ومشتركين اتصالات. وعملنا اول خدمه ما بيننا اسمها ارشيف الاهلي، وارشيف الاهلي نزلت تقريبا بقى لها 3 شهور، بيقدر الناس دلوقتي تشترك في مسابقات وتوصل لارشيف الاهلي الطويل الكبير اللي فيه انجازات كبيره. الحاجه الثانيه، ويمكن ما اعرفش اذا كنت اتفرجتي على الاغنيه الجديده بتاعت النادي الاهلي للاتصالات عملتها ولا لا، نزلنا بالاغنيه تقريبا بقى لنا اسبوعين او 3، ونزلنا معاها بخدمه جديده اسمها الاهلي فان زون. دلوقتي اي حد من المشتركين ومشجعين الاهلي يقدر يشترك في الفان زون المشترك ما بين اتصالات والنادي الاهلي، هياخد بقى معانا مميزات كتير جدا، ما بين ان هو هيبقى بياخد ساعات ببلاش على الانترنت يتفرج بيها على الماتش وقت الماتشات، هيبقى ان شاء الله فيها مفاجات اكتر واكتر، يعني لا يعني هيبقى ياخد يعني هنوصل هي موجوده جزء من الخدمه الثانيه بتاعت ارشيف الاهلي ان فيها جوائز، بس احنا بنحاول نجمع حاجه كويسه للجمهور اللي بيحب الاهلي واللي بيشجع الاهلي واللي بيتابع، انه انت لو مش في البيت نازل الشارع عايز تتفرج على الماتش احنا هنديك الانترنت اللي تتفرج بيه على الماتش، وهيبقى فيه حاجات اكتر واكتر. يعني حتى بعينا مع اهلي فان زون لان دي حاجه كبيره جدا هتفضل مكمله معانا ان شاء الله السنين الجايه، لان احنا دايما كنا بنقول رعايتنا للاهلي مش رعايه 4 سنين، دي شراكه طويله وان شاء الله تفضل مكمله لفتره اطول من كده كمان. طيب هكون طماع واسالك او هقترح عليك، هو يعني الاثنين، هل في مفاجآت لجمهور الاهلي في الامارات؟ ده جمهوركم بقى يعني، ده هم جايين في ملعبكم، هل ممكن نشوف مفاجآت لجمهور الاهلي؟ الحقيقه احنا يعني بنشتغل دلوقتي على ايه اللي ممكن نعمله، لان الحقيقه الفتره الجايه في الامارات مش الاهلي بس، المنتخب رايح عنده ماتشين يوم 12 ويوم 16، اكيد عارفه في ماتش زامبيا وماتش الجزائر، واحنا رعاه للمنتخب المصري والمنتخبات المصريه، والسوبر رايح في نوفمبر، فاحنا الحقيقه اكتوبر ونوفمبر ما بين مصر والامارات وما بين المنتخب والاهلي في احداث كتير، فاحنا شغالين دلوقتي ما بيننا وما بين كمان فريق العمل بتاعنا في الامارات اللي نقدر نعمله، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه تبقى يعني تسعد جمهور الاهلي، ويكون ونقدر ننقل الصوره كمان اللي بتحصل هناك لجمهور الاهلي. محظوظه الشركه اللي يبقى النادي الاهلي واجهه ليها او هي تبقى راعي للنادي الاهلي. الحقيقه يعني الاستفادات والقاعده الجماهيريه بتاعت النادي الاهلي مع البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي تخدم اي شركه الحقيقه يعني. لسه احنا مع النادي الاهلي، ولكن كره اليد بقى المره دي، الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي تواجد بالمجموعه الاولى في بطوله كاس العالم اللي هي السوبر جلوب. طبعا حضراتكم عارفين ان الاهلي مشارك في كل كاس العالم للانديه سواء يد سله كوره كله مشارك فيه. طيب الاهلي بقى وقع في مجموعه صعبه جدا، القرعه طبعا كانت مساء اليوم، والاهلي مع برشلونه الاسباني والنور السعودي، وضمت المجموعه الثانيه فريق فوكس برلين الالماني والكويتي الكويتي وسان فرانسيسكو الارجنتيني، وضمت المجموعه الثالثه ماجدي جور الالماني وجامعه كويزلاند الاسترالي والخليج السعودي، فيما ضمت المجموعه بقى الرابعه فريق كليس البولندي وسان فرانسيسكو الامريكي والنجمه البحريني. وطبعا طبعا السعوديه مستضيفه برضو كاس العالم لكره اليد والكره القدم، طبعا زي ما حضراتكم عارفين طبعا ان هم استقطبوا كل كاسات العالم اهو. خلال الفتره من 7 الى 12 نوفمبر هتكون بطوله كاس العالم للانديه الجلوبال ديت في السعوديه. حضراتكم عارفين طبعا المجموعه اللي وقع فيها النادي الاهلي دي هي اصعب مجموعه، نسيبنا من الفريق السعودي اللي معانا، لكن احنا معانا برشلونه بطل اوروبا وبطل كاس العالم للانديه وبطل كل حاجه، فهي مجموعه صعبه جدا جدا يعني. نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. وبعدين النادي الاهلي بقى النهارده افتتح فريق النادي الاهلي لكره اليد منافسه في بطوله افريقيا للانديه بالفوز على فاب الكاميروني بنتيجه 33-18 في دوله الكونغو برازافيل، وتالق كبير للفريق الحقيقه يعني بقياده مدربه الاسباني ديفيد ديفيز، وطموحات كبيره للفتره اللي جايه. وعشان نناقش اكتر بشكل افضل المنافسات اللي داخل عليها الاهلي سواء كان في كاس العالم للانديه او في بطوله افريقيا والحاجات اللي داخل عليها الاهلي بشكل كبير دي، لازم يكون حد يجود معانا يناقش معانا، ومفيش احسن من نجم الفريق ونجم النجم الكبير لنادي الاهلي كابتن محمد عبد الوارث يكلمنا عن بطوله افريقيا للانديه وكمان قرعه كاس العالم السوبر جلوب. كابتن محمد اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي في 7 دي سبورت.
اهلا بيكو، اهلا بالساده المشاهدين جميعا. الاول بس نشوف الماتش بتاع الكاميرون ده، فاب الكاميروني ده، ايه رايك فيه وكبدايه في بطوله افريقيا، يعني ان احنا نكسب 33 18 يعني؟ طبعا فرقه فاب الكاميروني طبعا فرقه محترمه، فرقه قويه جسمانيا، بس الهاندبول طبعا هو مش عالي طبعا 100%. المنافسه دايما بتبقى مع الفرق التوانسه، الترجي تحديدا. طبعا بالظبط. بس هي مش الفرق، الكاميرون من الفرق اللي عندها هاندبول كويس، بتقدر تجاري المجموعات الموجوده عندهم. بس طبعا بالنسبه لينا احنا كنادي عالي، احنا متعودين على الفرق الافريقيه واحنا نقدر نلعب معاهم. فطبعا بالتالي النتيجه دي طبعا بتبين ان الفريق هو جاهز، ومجهز لسه ديفيد مجهز من البدايه، ومش قادر اقول ان هو فريق متواضع. دي كتدريب للمباريات القادمه ان شاء الله، ان هم يقدروا يشتغلوا عشان نقدر نوصل للنهائي ونرجع بالبطوله. طبعا احنا عشان عارفين ان هي غايبه بقى لها 6 سنين تقريبا او 7 سنين في الحدود دي. طيب حضرتك رفعت البطوله دي كتير، وحضرتك من نجوم الاهلي اللي شاركوا وكانوا في الحاله دي قبل كده. الله يخليك. قول لي بقى الموقف اللي فيه الاهلي دلوقتي ده عشان نستعيد البطوله دي، انت بتقول غايبه بقى لها 6 سنين يا كابتن، فبخبره حضرتك كده ايه المطلوب مننا ومن مستر ديفيد عشان خاطر نحصل على البطوله دي ان شاء الله؟ والله بص، هي بتبقى اول حاجه طبعا التحضير للفرق اللي احنا هنقابلها ان شاء الله، دي رقم واحد. وده واضح جدا ان هو مستر ديفيد الحاجات دي يعني ما بتفوتش عليه، هو عارف وحافظ ودارس الفرق كلها. زائد ان الفريق طبعا يعني ان شاء الله باذن الله بدون اي اصابات طبعا، دي عشان ما تاثرش على الفريق اذا كانت نفسيا. زائد ان احنا بنقدر نشتغل على يعني ترتيبات الماتشات بتبقى عامله ازاي، واحنا نقدر نستوعب ان هو يقدر يجهز الناس كلها لغايه فريق اخر ماتش النهائي. وطبعا مش هقول غير ان هو فريق كله على قلب رجل واحد، هم عارفين هم قد المسؤوليه، وعارفين هم رايحين يعملوا ايه، وعارفين ان البطوله دي غايبه بقى لها كتير. فطبعا انا مش محتاج ان انا اقول لهم ان البطوله دي حاجه للنادي الاهلي كبيره جدا، وهي غايبه بقى لها كتير، وبتبقى فرحتها كبيره جدا بعد غياب طويل يعني. طيب رايك بقى في المدرسه الاسبانيه كابتن ديفيد ديفيز، الراجل اللي جه محقق نجاحات وكان قبل كده مع المنتخب محقق نجاحات، شايف بصمته في النادي الاهلي ازاي، سواء في الفتره اللي فاتت احنا عملنا موسم كويس الموسم اللي فات، او في الفتره اللي جايه كمان يعني؟ طبعا مستر ديفيد طبعا من المدربين اللي هم يعني الترتيبات العالميه طبعا موجودين في العالم كله. راجل حافظ جدا، وعارف يدرس ازاي الفرق اللي قدامه، وعارف ان هو يعني وهو حافظ طبعا المصريين عشان يشتغل هنا في مصر كتير قبل كده. زائد ان هو من المدربين بصراحه او اللاعب الاسباني اللي هو احنا كمصريين بيبقى ما عندناش مشاكل مع اللاعب الاسباني، ان احنا بنبقى في شبه شويه في طريقه. فلا انا شايف ان ديفيد طبعا عامل شغل كويس جدا، معاه مجموعه كويسه جدا شباب، قدر يطلع منهم اللي هو عايزه. لا انا طبعا اللعب الاسباني طبعا انا مع الناس طبعا، اللعب الاسباني يبقى موجود في الدوري المصري ومتعودين عليه اذا كان في المنتخبات او اذا كان في الانديه، فدي حاجه انا شايف ان هو تحسب له بصراحه، ان هو قدر كمان معاه مجموعه شباب كبيره جدا ان هو يقدر يوصل بيهم للنتيجه دي ويحقق الموسم اللي فات يعني كم البطولات دي. فدي حاجه طبعا تحسب له ان هو من الناس محترمين جدا، من الناس اللي فاهمين جدا، من الناس اللي هو بيعرف يدرس كويس قوي الفرق اللي قدامه، ودي حاجه بصراحه مش ما بتبقاش موجوده عند مدربين كتير بصراحه. طيب قبل ما اروح لكاس العالم، انا عايز اسالك عن فرق السيدات في النادي الاهلي، حضرتك كمان كنت احد المدربين اللي حظوا بتجربه ناجحه جدا مع فرق السيدات. عايز اسالك عن فريق السيدات بتاعنا بيشارك ايضا في بطوله افريقيا، واحنا عامه كان عندنا مشكله ما فيش منتخبات سيدات، فكان بالتالي الطموح قليل اقل من الرجاله بكتير اللي هم مصنفين بينافسوا على بطولات العالم سواء منتخبات او انديه. رايك بقى في فرق السيدات دلوقتي، وكمان بقى في منتخب يعني نتمنى ان هو يستمر، رايك في المجموعه اللي موجوده دلوقتي من شابات النادي الاهلي وغيرهم كمان؟ طبعا فرق السيدات طبعا هي كانت المشكله زي ما انت قلت كده، ان هي ما كانش فيه طموح للعيبه الفتره الاخيره، ان هو انا يعني حتى لو انا بلعب في الدرجه الاولى اذا كان في النادي الاهلي او في الزمالك او في اي انديه كبيره سبورتنج سموحه، انا ما عنديش طموح ان انا اخر يعني بعد ما العب
ايه يعني ايه الطموح بالنسبه لي او ايه الهدف بالنسبه لي اللي انا عايز اوصل له؟ ما فيش، عشان ما كانش في منتخبات. دلوقتي وجود المنتخبات طبعا ده اثر تاثير ايجابي كبير جدا على اللعيبه، بدا اللي عندهم هدف، بدا ان الناس تقدر تشتغل ان هي عايزه توصل لهدف معين، ان هي تلعب كاس عالم وافريقيا، فدي حاجه يعني تحسب لهم بصراحه كاتحاد ان هم قدروا ان هم يجهزوا منتخبات ان هي تبقى موجوده وتنافس. طبعا احنا لسه قدامنا شويه عقبال لما نبدا نخش على الساحه العالميه، ان احنا نقدر نجمع شباب كويسين، واحنا عندنا الفتره اللي فاتت منتخبات الشباب ماشيه كويس جدا، زائد العناصر الخبره هتفرق معانا كتير طبعا. فطبعا هرجع تاني لفرقه النادي الاهلي كسيدات. اللي ده استنى كنت هرجع لحضرتك ليه، كابتن محمد عادل زولا ليه دور دلوقتي رايك فيه مع طبعًا. فرق السيدات، واحنا كمان في بطوله كاس الكؤوس الاخيره خدنا برونزيه، يعني كان لينا تواجد كويس، البطوله كانت متنظمه عندنا في مصر هنا في النادي الاهلي، فبالتالي كان لينا دور كويس وبصمه كويسه في اول مشاركه يعني. لا اكيد طبعا، احنا كان بالنسبه لنا البطوله الاخيره كانت اول حاجه، هو كان لود علينا جامد جدا ان هي كانت البطوله على ارضنا جوه النادي الاهلي. طبعا طبعا بالنسبه لنا ان احنا نبقى متواجدين وان احنا نقدر نحقق ميداليه، دي حاجه كبيره جدا ما حصلتش في النادي الاهلي 30 سنه تقريبا. فانا شايف طبعا ان الكابتن محمد عادل طبعا عامل شغل كويس جدا مع المجموعه اللي معاه، وان شاء الله يقدروا يعني البطوله دي طبعا هتبقى التاهل، يعني المشاركه الثانيه للفريق، المشاركه الثانيه متتاليه، فاكيد ان هم هيقدروا يوصلوا يعني لمركز احسن ان شاء الله، نلعب على النهائي، على النهائي ان شاء الله، وان شاء الله نحقق ميداليه. بس طبعا هيبقى الموضوع ده محتاج شغل كتير جدا من كابتن محمد عادل، زائد اللعيبه ان هم يقدروا يصدقوا ان هم يوصلوا وهم عندهم الحماس وعندهم يعني في شغف كده، ان هو انا لازم اوصل، انا اقدر. الموضوع كان هي فرصه للجيل ده يا كابتن، من وجهه نظري ان الاجيال اللي قبل كده ما كانش عندها المنافسات دي في بطوله افريقيا، كمان بقى في تدعيمات ان النشاط الرياضي كابتن خالد العوضي مش متاخر، ان احنا بندعم بلعيبه اجانب يجوا يلعبوا البطولات دي، فبالتالي في جديد يعني في السيدات في كره اليد. لا طبعا السيدات بقى زي انا زي ما قلت لك بقى في طموح دلوقتي في السيدات، ان انا في اهداف قدامي ان انا عايز اوصل لها، فهو ده اللي فرق مع اللعيبه كلها. طبعا بدعم المجموعه طبعا النادي الاهلي ومدير النشاط الرياضي كابتن خالد العوي، طبعا من الناس اللي هو من الاسامي في هو هاند بول برضه، هو حارق، هو في جيلك كمان طبعًا. هو في الجيل بتاع حضرتك كابتن، كبير من الهاند بول طبعا، وهو عارف، فهو داعم قلبا وقالبا للفرق الهاند بول طبعا، ودي حاجه كويسه، دي تحسب له طبعا. وان شاء الله فرقه النادي الاهلي السيدات تقدر تحقق ميداليه ان شاء الله، تلعب على النهائي ان شاء الله وترجع لنا ان شاء الله بالكاس ان شاء الله، وانا اتمنى حاجه زي دي، وهم قدها وقدود ان شاء الله ويقدروا. وهم بناتنا بصراحه ما بيبخلوش على يعني على اي حاجه فيها اسم النادي الاهلي، ما بيقدروش يبخلوا، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونستقبلهم بمكسب ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. طيب هنروح بقى لقرعه كاس العالم واحنا مع برشلونه في المجموعه للاسف يعني، قول لي رايك في المجموعه بتاعتنا الاول قبل ما نتكلم عن المنافسه نفسها. والله بص انا ما بقولش للاسف، انا حاجه يعني تحسب لفريق النادي الاهلي، هي في الاول وفي الاخر طبعا ده احتكاك كويس جدا طبعا، فرقه برشلونه فرقه عالميه، بطل اوروبا يعني، هم بطل اوروبا في الاخر سامي طبعا. طبعا بس انا في الاول وفي الاخر هي الرياضه ما فيش حاجه اسمها مستحيله، اقدر. هو احنا لعبناهم في بطوله كاس الابطال كمان وكان المباراه مبشره جدا يعني. طبعا انا هي في الاول وفي الاخر، انا لو انا داخل بمبدا ان هو الموضوع صعب انا مش هقدر اوصل للي انا عايزه، هي الفكره كلها ان انا داخل الاعب فرقه برشلونه، هو بطل اوروبا انا بطل افريقيا، بطل افريقيا، فهي الفكره كلها لازم يبقى عندي يعني ما عنديش حاجه اسمها مستحيله. الموضوع صعب شويه بس مش مستحيل، اقدر اعمله، وارد ان انا اقدر اوصل واقدر اكسب، دي حاجه اتمنى. انا مع فرقه مونبلييه احنا لسه لاعبينهم في البطوله بتاعت البوسنه وتعادلنا معاهم، هم كانوا كسبانين فرق سكور كويس وقدرنا نرجع في المباراه وقدرنا ان احنا نتعادل معاهم، وفرقه مونبلييه كانت واخده بطوله اوروبا قبل كده. لا وتجارب المنتخب المصري مع منتخب اسبانيا قبل كده كان في مباراه فاز فيها المنتخب المصري، وقبل كده كمان منتخبات كتير، وعلى فكره في كاس العالم للانديه دايما النادي الاهلي بيبقى ليه بصمه كويسه كابتن على فكره دايما في الوقت العادي يعني. بالظبط، هو انا بطوله داخل العبها، انا ليا اسمي النادي الاهلي بطل افريقيا، انا داخل بالاسم ده، واسم النادي الاهلي طبعا اسم كبير جدا وكل الانديه بتعمل له حساب،
فوضع طبيعي ان انا نازل، انا ما فيش فرق ما بيني وما بينك، انت نادي برشلونه انا نادي الاهلي. هو ده لازم المبدا اللي الناس كلها هتبقى حطاه في حسبتها. زي اي لعبه في النادي الاهلي، اللي لابس تيشيرت النادي الاهلي لازم يكون داخل ينافس على المركز الاول على طول. اه طبعا، تيشيرت النادي الاهلي تيشيرت يعني حاجه، يعني تيشيرت تقيل جدا طبعا، اي حد يقدر يشيله طبعا. يعني يا كابتن الفكره كلها اللي احنا متعودين عليها من صغرنا ومتربيين عليها جوه النادي الاهلي. كابتن انا بشكر حضرتك جدا على المداخله اللي غطت معانا كره اليد سواء رجال وسيدات، بطوله افريقيا، كاس العالم، كانت مداخله مهمه جدا. شكرا كابتن. يعني وبالتوفيق ان شاء الله للبنات وللولاد ان شاء الله يرجعوا لنا ببطوله افريقيا ونستقبلهم كده ان شاء الله مبسوطين يا رب. شكرا يا كابتن، نورتنا، وكانت مداخله فعلا جميله جدا. والنادي الاهلي داخل على معمعه كبيره جدا في الهاندبول على فكره، من بطوله افريقيا لكاس العالم للانديه، لا في قصه كبيره ومنافسات كتير كتير جدا. يعني تعالوا بقى نشوف مع بعض، نسيب الاخبار ونروح لنتائج ماتشات النادي الاهلي في الاسبوع اللي فات، وهنلاعب مين الاسبوع اللي جاي معانا على الشاشه هنا. يلا بينا. معانا في كره اليد الاهلي كسب الاولمبي 40-16 كره اليد رجال، وكسب ايضا ضد الكاميروني الماتش اللي كان معانا ده النهارده قبل الحلقه على طول 33-18. كرة اليد سيدات لعبوا ضد 6 اكتوبر كسبوا 43-24، ولعبوا ضد سبورتنج كسبوا 34-16. ايضا كرة السلة رجال بقى في كاس العالم للاندية، المباراة المعروفة جولدن بولز الصيني، الاهلي 81-74. كرة السلة سيدات الاهلي لعب ضد الطيران 105-29، وضد السكة الحديد كسب 47-29، وضد النصر للتأمين 76-47. تعال نشوف بقى المباريات القادمة. طبعا الاهلي وجاردن دي جاردن دي سول الكنغولي في بطولة افريقيا للأندية لكرة السد كرة اليد سيدات، ده هيبقى يوم 29/9. والاهلي بي ام سي الكونغولي بطولة افريقيا لكرة اليد رجال برضو ده يوم 30/9. ونوزيكو الكاميروني الاهلي ضد نوزيكو الكاميروني بطولة افريقيا للأندية كرة اليد سيدات يوم 1/10. الاهلي وجي اس كي الكونغ الديمقراطية طبعا بطولة افريقيا للأندية كرة اليد رجال هيبقى يوم 2/10. والاهلي بريميرو الانجولي بطوله افريقيا للانديه كره اليد سيدات 2/10. يعني كل التوفيق طبعا لكل الفرق الاهلاويه في الاسبوع اللي جاي، سواء في البطولات الافريقيه والعالميه اللي احنا فيها دي او في البطولات المحليه. يلا بينا نطلع فاصل بقى ونتواصل مع حضراتكم بعد الفاصل على طول. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ونروح بقى لاخبار كره القدم المصريه. امبارح كان في اجتماع لمجلس اداره اتحاد الكره في مقره بمشروع الهدف طبعا بمدينه السادس من اكتوبر، وكان في مناوشات حول تشكيل الاجهزه الفنيه لمنتخب مصر مواليد 2005 ومنتخب مصر مواليد 2008 اللي هم الشباب والناشئين يعني. لكن اتضحت ملامح الاجهزه الفنيه، هيكون كابتن وائل رياض شيتوس المدرب العام لمنتخب مصر الاولمبي هو المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2005 تحت طبعا اشراف البرازيل روجيه ميكالي والمدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي. وبالمناسبه هيتم اعلان اعفاء شيتوس من منصبه كمدرب عام في منتخب مصر الاولمبي وهيتفرغ تماما لمنتخب 2005. اما بالنسبه لمنتخب 2008 بقى فهيكون المدير الفني الكابتن احمد الكاس نجم منتخب مصر في كاس عالم 90 طبعا، وفي ترشيح كده بتواجد كابتن عادل مصطفى نجم الاهلي السابق مساعد ليه في هذا المنتخب. اعتقد انها فرصه جيده لكابتن وائل رياض شيتوس يستحقها في اداره منتخب 2005 لانه تاهل للاولمبياد مرتين، مره كمدرب عام مع كابتن شوقي غريب ومع ميكالي طبعا في التاهل اللي فات دوت اللي هي اولمبياد باريس يعني، وحصل على الرخصه ايه يعني خلاص جاهز ان هو يمسك منصب الرجل الاول في احد منتخبات الشباب او الناشئين. الحقيقه يعني كل التوفيق لكابتن وائل رياض شيتوس يستحقها، والكابتن عادل مصطفى كمان مع كابتن احمد الكاس ابناء النادي الاهلي. وتواجد الناس اللي دارسه مهم جدا، الناس اللي واخده حاصله على شهادات واللي جربت تدرجت ان هي كانت مساعد وبعد كده بقت الرجل الثاني في الجهاز الفني ثم الرجل الاول، ده التدرج الطبيعي لاي حد عايز يبقى مدير فني، انما انت تبطل تبقى مدير فني على طول دي هي دي الكارثه. لسه مع كرة القدم المصرية ولكن كرة القدم النسائية. منتخب مصر هيواجه السنغال تاني، لكن المرة دي ده تالت أو رابع يعني، لكن المرة دي في كرة القدم النسائية. يمكن احنا هنا بنحرص في هذا البرنامج على متابعة نشاط كرة القدم النسائية المصرية الحقيقة يعني، لأنها أصبحت بتستحوذ على اهتمام كبير سواء من الفيفا أو حتى على الصعيد العالمي والأفريقي يعني. منتخب مصر للكرة النسائية حقق فوز كبير جدا ذهاب وإياب بنفس النتيجة على منتخب جنوب السودان 4-0. المجموع المباراتين طبعا هيكون 8-0 كده يعني في تصفيات المؤهله لكاس افريقيا في المغرب 2024. المحترفه ساميه ادم سجلت اسرع هدف في التصفيات
بعد مرور 59 ثانية في شباك جنوب السودان. كمان بنشوف تطوير حقيقي في مستوى منتخبات الكرة النسائية تحت قيادة وإشراف الدكتورة دينا رفاعي. الحقيقة يعني مش عايزين نغفل دور الإنسانة دي، عاملة مجهود كبير جدا وست بتسعى دايما وعاملة بصراحة يعني لا هي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لا لازم بصراحة تكرم لأنها عملت مجموعة من المنتخبات للناشئات والمنتخب الأول عاملة مجهود كبير. لكن الجديد بقى أن منتخب السنغال قدر يفوز على منتخب موزمبيق 3-2 بمجموع المباراتين وتأهل لملاقات منتخب مصر في الدور الثاني في التصفيات. وطبعا احنا موعودين بالسنغال في كل الألعاب وفي كل المراحل، كرة القدم رجال وكرة قدم شرقية ومنتخب شباب وكمان منتخب الكرة النسائية، حاجة غريبة بصراحة يعني. حظنا مع السنغال في كل حاجة مع مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة يعني غريب. أتمنى التوفيق طبعا لمنتخب مصر الكرة النسائية أمام السنغال، وأعتقد أن المباراة مش هتكون سهلة، لكن إحنا بندعم كل المنتخبات الوطنية طبعا يعني. يعني منتخب السنغال نهائي بطولة أمم أفريقيا، ثم الماتش النوك أوت بتاع كأس العالم، ثم منتخب الكرة الشاطئية، ثم منتخبات الشباب، لا في حاجة غريبة. حظنا مع منتخب السنغال غريب، وما سابوناش في كرة القدم الرجالية، جولنا في كرة القدم النسائية يعني، مش سايبيننا في حالنا حتى في كرة القدم النسائية. طيب تصنيف مصر الكرة النسائية 88 على العالم، وتصنيف السنغال 81 على العالم، لكن الفرق هيبقى بصراحة الروح القتالية في الملعب والقوة البدنية كمان، الإمكانيات البدنية والتكوين الجسماني بتاع سيدات منتخب السنغال قريب من الرجال عندنا. يعني هم عندهم الإمكانيات البدنية والسرعات والقوة حاجة قريبة من الرجال عندنا فعلا يعني. يعني أنت لما تيجي تفكر السيدات المصريات بأجسامهم المعروفة اللي هي احنا عندنا ليديز كده يعني، هم عندهم لا، عندهم الست ما تفرقش كتير عن الراجل كتكوين عضلي يعني، عشان بس ما نفهمش غلط، كتكوين عضلي لا، تكوين الناس وبالتالي طبعا قوتهم بتكون اعلى بكتير جدا من عندنا، لكن احنا بنعتمد على المهارة وعندنا بنات عندها موهبة كبيرة جدا وعندنا محترفات، فبالتالي احنا بندعمهم واحنا شايفين ان هم ان شاء الله هيحاولوا محاولة كويسة ان هم يحققوا نتيجة كويسة قدام منتخب كبير زي منتخب السنغال. نكمل بقى مع الرياضة المصرية. اكد الدكتور محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة ان مصر لم تتقدم من اجل تنظيم سواء في بطولة 2025 او 2027، وهناك اهداف اخرى. وتابع الشاذلي خلال تصريحاته التلفزيونية تنظيم كأس الأمم الأفريقية خارج حسابات الدولة، ونرغب في استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027. دي نقطة مهمة الحقيقة يعني، احنا خلاص احنا الإشاعات اللي طالعة دي كلها غلط، احنا عايزين دورة الألعاب الأفريقية. نطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مرة أخرى. رجعنا لحضراتكم بقى عشان نروح لأخبار محترفينا. النهاردة نادي أرسنال الإنجليزي بيحتفي بعودة لاعبه المصري محمد النني للمشاركة في المباراة بعد غياب طويل الحقيقة. شارك النني كبديل في صفوف أرسنال خلال مباراة برينفورد مساء أمس الأربعاء ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس الرابطة للمحترفين الإنجليزي، ولعب النني بديلا بعد مرور 82 دقيقة من عمر المباراة اللي حسمتها أرسنال 1-0 طبعا زي ما حضراتكم عارفين. ونشر حساب أرسنال الرسمي عبر تويتر تغريدة كتب خلالها مرحبا بعودتك مو، مع صورة النني في المباراة. ويعني النني لم يأخد أي مباريات مع أرسنال منذ لقاء أكسفورد يونايتد في الدور الثالث في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 9 يناير الماضي، وتعرض النني لإصابة قوية الحقيقة في الركبة وخضع لجراحة بعدها، وابتعد عن المستطيل الأخضر منذ الوقت ده على مدار أكثر من 8 شهور تقريبا يعني. ونشر النني أيضا مقطع فيديو عبر حسابه حساب أرسنال، حصل رسمية رسالة يعني بعد حمل كده رسالة لجمهور أرسنال خلال الفترة دي، قال أشعر بالسعادة بالعودة للعب مع أرسنال مجددا بعد إصابة طويلة، وأضاف أشكر الجميع على دعمهم لي وحب جماهير أرسنال وشكرا لهم على كل شيء. حقيقة يعني أنني أحد المحترفين المصريين اللي كان منتخب مصر مفتقدهم الفترة اللي فاتت للإصابة طبعا، وأنني هو الكابتن الفعلي لفرقة أرسنال دلوقتي على فكرة يعني، حتى جوه أوضة اللبس حتى في المستطيل الأخضر طول الوقت أنني هو الكابتن الفعلي لفريق الأرسنال. عودته كانت شيء مهم جدا لأرتيتا بالمناسبة يعني، لأن هو لاعب بالنسبة له مش مجرد لاعب ليه دور فني وبس، لا أنني ليه دور نفسي مع اللعيبة، ليه دور قيادي مع اللعيبة، فكان شيء مهم جدا أن هو يرجع. وهم بيحتفلوا بلاعب مصري، أرسنال اللي بينافس على البريمير ليج بيحتفل بنجمنا محمد النني بعودته من الإصابة. يلا نروح بقى بعد كده إلى أخبار كرة القدم العربية والعالمية. أكد ياسر بن حسن المسحلي الرئيس الاتحاد السعودي أن الإقبال الغير مسبوق على تذاكر كأس العالم للأندية 2023، وهنا لازم يعني نقول أن جمهور النادي الأهلي في أي حتة ليه دور.
طبعا هم بيستضيف بلاده بتستضيف البطوله دي بعد النسخه الاستثنائيه من البطوله، وهو بيقول ان هي نسخه استثنائيه وهتحظى بحضور جماهيري قياسي، واضاف السعوديه ترحب بالجماهير من كل العالم، والجماهير ستحظى بتجربة استثنائية تمنحهم الفرصة للاستمتاع بلحظات فريدة خلال الحدث العالمي. وانتهت الدفعة الأولى من التذاكر اللي تم طرحها أمس، واللي بلغ عددها 44,457 تذكرة، حيث وصل متوسط الانتظار على موقع الفيفا أكثر من 1.5 مليون شخص. ده خبر ما يعديش كده، ده تأثير جمهور النادي الأهلي في أي حتة. دي الإضافة اللي بيضيفها جمهور النادي الأهلي بيضيف في كل شيء طبعا، لكن لما يبقى النادي الأهلي المشارك في دولة عربية زي السعودية في كأس العالم للأندية، دي الجالية المصرية الأهلاوية اللي هم بيدعموا النادي الأهلي في أي وضع يعني. فإن يبقى في انتظار لماتش لسه مش معروف الطرف الثاني، ده الطرف الأول النادي الأهلي، الطرف الثاني طبعا هيبقى بشكل كبير جدا الاتحاد السعودي يعني، ده بشكل كبير جدا يعني. فنتمنى التوفيق طبعا لفرقة النادي الأهلي، فريق الكرة عنده ملحمة قوية، ولكن المرة دي احنا مش في سكتنا بطل أوروبا، ففي فرصه ان شاء الله ان احنا نلعب على النهائي ان شاء الله يعني. نروح بقى للاتحاد الافريقي. اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم الدوله المستضيفه لبطوله كاس الامم الافريقيه نسختي 2025 و2027، وقال باتريس متوسيبو رئيس الكاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المكتب التنفيذي في القاهره ان المغرب فاز بحق استضافه امم افريقيا 2025. حقهم الحقيقه يعني، هم عاملين منتخبات حتى على مستوى السيدات والمستوى الرجال بصراحه، وعندهم ملاعب مميزه جدا، وعندهم بنيه تحتيه مميزه جدا، لا حقهم يعني. متوسيبو تابع بقى قال فازت كينيا واوغندا وتنزانيا بحق استضافه بطوله امم افريقيا 2027، ده طبعا ملف مشترك زي ما حضراتكم عارفين. المغرب سينظم امم افريقيا للمره الثانيه بعد تنظيمه سنه 88 اللي فاز بيها طبعا منتخب الكاميرون، وكان المغرب قد اختير لتنظيم امم افريقيا 2015 لكنه طلب تاجيل الامر بسبب وباء ايبولا ساعتها يعني، لكن الكاف رفض الطلب المغربي ساعتها واسند التنظيم الى غينيا الاستوائيه. الجدير بالذكر ان منتخب اسود الاطلس توج بكاس امم افريقيا مره وحيده سنه 76. طبعا فوزي لقجع عامل مجهود كبير جدا، والمغرب عندها بيئه تحتيه قويه وعندها منتخبات قويه الحقيقه يعني، رغم ان المغرب بالفتره الاخيره افريقيا ما بتفوزش كتير يعني، لكن في كاس العالم هم رابع العالم. فيعني لا، احنا قدام دوله عندها نظام حلو ووصل منتخباتها لشيء كويس، وكمان احنا هنتكلم بقى ان حسن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم الجدل حول موعد إقامة كأس أمم أفريقيا 2025 اللي فازت بلاده بشرف تنظيمها يعني. وأكد لقجع في تصريحات لراديو مارس ان كأس الأمم الأفريقية ستقام في المغرب خلال صيف 25، هي دي النقطة، صيف 25، عشان لسه بعد كده هنتكلم بقى الأخبار اللي معانا اللي جاية كمان هتقول لنا ان ده ممكن وارد ان هو يتأجل. أضاف الكان ستنظم في الصيف حتى تقام في ظروف وأجواء جيدة بالمغرب، نحن نريد أيضا أن نفسح المجال في الصيف وتحديدا خلال العطلة للجالية الأفريقية من أجل أن تأتي إلى المغرب وتتابع البطولة، وأتم نراهن أن هذه النسخة ستكون استثنائية بكل المقاييس في ظل البنية التحتية المميزة للمغرب والملاعب المجهزة بأحدث التقنيات. يذكر أن بطولة أمم الأفريقية دائما ما تقام خلال شهر يناير وفبراير، إلا أن النسخة التي استضافتها مصر سنة 2019 لو تفتكروا أقيمت في الصيف قبل أن تعود للتنظيم في شتاء في الكاميرون خلال العام الماضي، وستقام أيضا في نسختها 2024 اللي هي اللي جاية دي إن شاء الله في كوتيفوار في يناير وفبراير المقبلين، قبل أن تعود لتقام في الصيف في المغرب 2025، ده حسب تصريحات فوزي لقجع. نركز بقى مع بعض في الكلام اللي جاي ده. صيف 2025 هتكون أول نسخة لبطولة كأس العالم للأندية من نظامها الجديد اللي هي في يونيو وليوليو بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فرقة على مستوى العالم، ومنهم الأهلي والوداد المغربي. وبالمناسبة يعني ده يتعارض مع تصريحات فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي اللي أكد إقامة كأس الأمم الأفريقية 2025 في الصيف. أكيد مش هتبقى كده، أنا أتمنى إنها تبقى في الصيف لأن ده أحسن لنا يعني. انا ما بحبش البطوله اللي بتتلعب في يناير وتعطل اللعيبه المحترفين، يا اللعيبه ما تجيش يا تسيب فرقها في وضع صعب جدا وتيجي تلعب بطوله في امم افريقيا. فانا اتمنى انها تبقى في ميعاد مش في يناير يعني، لكن الفيفا اكيد هيتدخل وهيكون في تعديل او تاجيل، وده بنسبه 100% لان الفيفا مش هيقدر يغامر بعوائد تسويقيه لاول نسخه في البطوله اللي بيراهن عليها اللي هتجمع اكبر انديه من العالم ومنها الاهلي وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي. ولذلك مفيش أي مسؤول في الكاف أعلن بشكل رسمي إقامة كأس الأمم الأفريقية 2025 في الصيف، مفيش غير فوزي لقجع بس في تصريحاته اللي ذكرناها لحضراتكم من شوية يعني. وطالما الكاف لم يعلن بشكل رسمي يبقى لسه في كلام.
انا من الناس اللي بتحب بطولة امم افريقيا تتلعب في الصيف، ما بحبش بطولة امم افريقيا تتلعب في يناير. ليه؟ لان ليفربول مثلا في البطولة اللي فاتت فقد اهم عنصرين عنده محمد صلاح وماني، وخسر عدد ماتشات مش قليل في عدم وجودهم، وكان عدم وجودهم ليه تأثير ان ليفربول ما ينافسش على الدوري. وفي العكس لعيبة ما بتجيش تساهم مع منتخباتها، وده حصل مع منتخب نيجيريا مثلا، ان منتخب نيجيريا لعيبته كله كانت لسه منتقلة في انتقالات يناير، فكله فضل انه يفضل يثبت نفسه مع النادي، عايز يثبت نفسه مع النادي بتاعه. ما انا يا همشي وهيجي واحد اوروبي يلعب مكاني، يا الا انا هفضل هنا ومش هروح المنتخب، وده حصل مع بعض المنتخبات منهم نيجيريا مثلا. فبالتالي هو ميعادها مش مناسب لا للعيبة ولا لأندية اوروبا، هو اساسا مش ميعاد مش مناسب لاي حد خالص، ولا حتى للمنتخبات اللي هي العربية ولا الناس دي كلها. في تعارض كبير جدا في بطولات الكاف مع البطولات المحلية في العالم كله، ومع البطولات بتاعت الفيفا كمان. بالمناسبة احنا لعبنا كاس العالم للأندية لو تفتكروا، لان مصر كان ماتش مصر وغانا في النهائي، مصر والسنغال في النهائي، واحنا بنلعب في كاس العالم للأندية بالناشئين، ودي بطولة فيفا ودي بطولة كاف، يعني بطولتين رسميين. فبالتالي الموضوع صعب، انت لما بتلعب بطوله رسميه زي كاس العالم للانديه من غير لعيبتك الدوليه عشان بيلعبوا بطوله افريقيا، ده شيء مش سهل ابدا، يعني ده شيء صعب جدا. فهي البطوله نفسها الاحسن انها تتلعب في الصيف طبعا طبعا، لكن النسخه دي اللي بيتكلم عليها فوزي الاقجع 2025، ده اول كاس عالم للانديه بالنسخه اللي فيها 32 فريق، فاكيد اكيد مش هيبقى متاح ان انت تلعبها في وقت كاس العالم للانديه، ده الانديتك انت اللي فيه نادي مغربي مشارك اصلا. فأكيد الفيفا هيلاقي حل في الموضوع ده، يعني أكيد يا هتتلعب قبل أو بعد، بس أتمنى أنها تفضل في الصيف عشان النقطة اللي قلت لكم عليها دي، يا لعيبة بتخسر أنديتها يا أندية بتخسر لعبتها، ففي تلك الأحوال هي مش حلوة، هي مش حلوة خالص أنها تلعب في يناير. دي يناير دي محدش بيلعب في أي قارة في العالم البطولة كل سنتين وفي يناير، مفيش لا أوروبا ولا أمريكا ولا أي حد في العالم بيلعب بطولة كل سنتين، ده مجهود غير عادي على المنتخبات، لان انت بتخلص البطوله تلعب تصفيات البطوله اللي بعدها، وبعدين تصفيات كاس العالم تخش معاك، اجهاد للاعبين بشكل غير منطقي يعني. وفي نفس الوقت انت بتعطل لعيبه عن انديتها، طب ليه ما تعطلش لعيبتك عن انديتها؟ وانت المره اللي فاتت قال لك ايتو انتصر لافريقيا، انتصر لافريقيا في ايه؟ انت عطلت، ده انت منتخب الكاميرون نفسه واخد لعيبته من اوروبا كلها، فضل تقريبا 20% من انديه مهمه في اوروبا، تخيل. نروح خبر مهم برضو عن أفريقيا، تحدث الجنوب أفريقي باتريس متوسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن تقديم المغرب ملف استضافة كأس العالم 2030، مهمة دي. وقال متوسيبي في تصريحات المؤتمر الصحفي عبر اجتماع المكتب التنفيذي في القاهرة، ملف المغرب لاستضافة لاستضافة كأس العالم 2030 ترشيح لأفريقيا ككل، للقارة كلها يعني، والقارة تطمح في استضافة كأس العالم مرة أخرى، وتابع هذا شيء مهم بالنسبة لنا جميعا، كانت هناك مناقشات مهمة تخص هذا الأمر ونحن ملتزمون بشدة في ذلك، وأنا متفائل بنجاح أفريقيا في هذه الفعاليات، وأثق في أن المغرب يعني هيمثلنا أمام العالم، قال كده نصا كده، أثق في أن المغرب هيمثلنا أمام العالم. بصوا يا جماعة، المغرب هتبقى ملف مشترك مع أسبانيا والبرتغال بالمناسبة، والملف ده له فرصة كبيرة جدا فعلا ل 2030. المعلومات التانية بقى أن ممكن السعودية تخش مع اليونان، ده مش هيحصل، ده خلاص بقى ملف ما مش هيكمل يعني، لكن في البرتغال واسبانيا والمغرب، وده فرصه كويسه، وده اقرب ملف بالمناسبه لتنظيم 2030. فاحنا وده هيبقى تنظيم افريقي اوروبي اهو، ونتمنى التنظيم دوت، ونتمنى تمثيل المغرب، وكنا نتمنى ان الحلقه تطول، لكن ده كان اخر اخبارنا، وصلنا لنهايه حلقتنا. قبل ما نقفل الحلقه بس اقول لحضراتكم كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف، ونتمنى ان تكون الحلقه النهارده عجبتكم، وفي الختام خير سلام.